أمرت النيابة العامة المختصة الاثنين الشرطة القضائية بالاستماع إلى سيدة ظهرت في شريط فيديو الروتين اليومي في وضع مخل بالأخلاق بعد أن تعمدت ترك لباسها محشوا في مؤخرتها قبل أن تسحبه بهدوء أمام الكاميرا وتشرع في مخاطبة متابعي قناتها على يوتيوب وذلك بهدف حصد أكبر عدد من المشاهدات وبالتالي جني المال من وراء هذا المشهد المريب علما أن السيدة متزوجة ولقي هذا المشهد استياء كبيرا من طرف المواطنين خاصة وأنه لم يكن عفويا بل متعمدا ما دفع العديد منهم إلى تقديم شكاية إلى النيابة العامة التي أمرت بالاستماع إلى السيدة.